والسلام عليكم ورحمة الله، أريدكم بحلقة جديدة من سيتي سكاي لاين. طبعا عندي مشاكل وناس والعيادة ما كانت تتكفي على فكرة أبدا، فشوف هاللي كنت أقول لكم عنها في الحلقة الماضية. نقدر نحط غرفة زيادة حق المرضى، طبعا الحين أنا حشرت المكان ما أقدر، نحط إسعاف زيادة، خلنا نحط الشعار مرة واحدة حق الفر. والله حلو، شوفوا، هل فكرين إنك عندي مشكلة في المكان أنا؟ ايه عندي مشكلة في المكان، مشكلة ما اقدر امد اطاف برايه، ما اقدر احول مكان مبنى على فكرة. لحظة روم، لا خلاص من تبني توها كبير، حطوا شيء بباركم. وين صار المزبلة مالي هاي؟ ابي احط لها محرقة اساس يكون عندي كمية الحرق الوساخة، محتاج احرق كمية الوساخة قد ما اقدر، احرق 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 اضيعها ويست، فكل ما احرقها انا ارتاح اكثر. أكل ساعة كل يوم تقريبا، يعني نكمل أكل ساعة ما أذكر، بس هنا كم حلو. نشوف، أيوة اللي هي هذا، خليه وساختين أحرقها. لو هلث، أنا أعرف أنت لو هلث، بس بسوي لكم عقب، يعني الحين ما في إنكم حقي أنا. شوفوا الحين هذا كانت فل أظني، خلينا نحط السيارة زيادة. شوفوا هني متعامل بالسيارة خلاص، ما أخذت ولا قرض للحين. أتري أوصل 5000 واحد، 5000 واحد يفرق وين بيفتح عندي السيتي هول. السيتي هول ترى يسوي فرق. بخبركم، خلونا أحط هذا بس، خاهرني ما باقي شيء، باقي 20. بنحط سيارة زيادة، خلها تصير تجيب وسخ زيادة. خلنا نحط السيارة هنا، مشكلة زين. هذا كل ما يتطور بزيادة يفتح لي اكسبانش جديد، اقدر احط شيء ادارة مالية، ادارة كذا، ادارة مواصلات. وهذا الشيء يسمح لي اني افتح شغلات جديدة. طبعا الحين صار عندي سيارة زيادة، مو المشكلة، اوكي سيارة زيادة بتجمع الوسخ كلها، ضاع لي التي بتاع فكرة. شوف شوف كيف متلعبزين في الوسخ، وين كيف متلعبزين. خلينا نحط واحد زيادة، بعد واحد نحطي مزبلة زيادة في اللاندفل. نشوف الحين بيكون أسرع، المفروض إنهم يعملون وسخ، المفروض إن هاي أكثر من كفاية حق المدينة هاي. ترى شوفوا المطافقة شغال، كل شيء متطور، سيارات هنا متطورة، الدنيا متشوفة، حتى في الباركن مسكرين البابا، ما أنا راوي بشرب مسكرين البابا بس خلاص ما بشرب. زين شوفوا يبون الحين يترسون يترسونه وعندنا بروسيسنج، المحرق اساس تحرق هذا، هاك اللي يسوي تلوث ترى، اير بروشن جراوند بروشن. ودع الشعب، خريطة جميلة ودي اني اقدر اشتريها واكمل بناء عليها، لكن للاسف لا يمكن، محدودين في هالمدينة. هاي من الشغلات اللي خلتني شوي اتردد عن السلسلة هاي، نحن وايد محدودين كمساحة هذا. ها مريض بعد، ما مشكلة، تحملون شوي، تحملوا شوي، بس بنحطيكم لأن حاليا الخطة مش بس مو أبو مواصلات، الحين أبو مدرسة، مدرسة عبارة 16000، هاي باخذ الأخر أكسبت. أنا قلت لكم ضربة الإنكم شوي تعور، شوي تعور. بحط مدرسة بمكان استراتيجي، نبهاي هني وعشان الزحمة نبه هذا هني، لا بس أوكي نجيب هذا هنا. شوف ليك وخربت الموارد، لحظة، إلا الموارد في نص الموارد، مش خربته، لقيت الموارد عينها دقتي، عرفتوا؟ بس أبو مكان حق السيتي هول مالي. صبر خلنا نشوف. أوكي شو ما بسوي، لازم أقطع الموارد، فشو بسوي هالموارد ما راح أستعملها بشكل جدي جبريمي من هني، بس خلاص مصنع، هني مصنع، هني مدرسة، مدرسة في عين الموارد حطيت أنا، مو مشكلة، ها شوية معادلة مو مشكلة. تحملين يا موارد. نزيل المدرسة طرحها شغلة غير، لازم نحط لها نقاط وقوف، أن وين الطلاب يوقفون، طبعا دام أنه منطقة خضراء أمورها طيبة، يمشون شوية يوقفون مكان الباص يروحون أمورهم طيبة،
في مكتبة بعد اسمه مو بحط انا مكتبة ب10,000 الحين. اذا بحط شيء ب10,000 ابا اللي هو هذا اور ماين على طول. ما في تفاهم ما في تفاهم اور ماين مكانه. بس شو ابا اسوي اول؟ ابا احط الصوب الثاني احارب حار تجارة. بس اخاف اني اخسر وقت. هاي مرة مرات دقتها خايسة ترى. ترى التجارة هاي واحدة من الاثار الجانبية مالها هني. ممكن ندق واحد دقة في التجارة مالتها يعني. ممكن تلعوز من خاطر مرة الشغلة هاي. بس المميز في الموضوع عنا انا ممكن كهربا تنقصنا الحين. لا بعدني اوكي في الكهرباء. مثلين احط حديقة زيادة هني. يبدؤون يتطورون زيادة بتلعوزون شوي. يعني كان شكل استراتيجي. هي استراتيجي كان 100% انه بيثقل اللاند فاليو هنا. من والله الحين شوف مش فاقد لك احط لك شيء انا ترى. تقول والله حط بي وتحطها. ما بحط لك شيء الحين. والشيء الثاني اللي ابغاه يكون عندي 22,000 احط دايركت شو ورمين فوق هذا على طول. بس شو يبالي؟ لان هذا ستاندر. شوفوا هني تفرق وايد. هني التزويد يعني هذا تريدي شغلته ان يسوي تجاره مع باقي الاماكن. بس اذا ادخل مش في فرايت مش شغل مصانع وتبر سامون دكان لازم احط اكسبانشن حق الشيء اللي ابغاه. مثلا لازم احط رو اور ستورج. لازم اسوي له مانج. انا شو بسوي في الرو اور؟ بسوي له مثلا اكسبورت بدق اوكي. انا مو بستعمل حديد ابغى ابيعه. بس ابغى احط المصنع. مصنع وركرز نيدد. خلنا نطور في المكان عشان يكون فيه وركرز. الحين بيصيح علي ترى زور مور ما ادري شو خربطان بلدنج فاير. والله ايش اسوي لك الحين؟ دامك انك احترقت خلنا نحط لك هذا نحط هذا. خلي اللي في الوسط يتطورون. يقولنا ناس زياده. مش كذا الناس نزلوا الانكم ينزل. الانكم نزل ممكن تتلعوزون اذا انتم في لحظه حرجه. شوف الحين كيف احتياج الناس قاعد يزيد 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 يزيد. بس شوي شوي قاعد تطور المباني. شوف المباني الايدد يشيل ناس اكثر. هاي يشيل ناس اكثر من عقب. بعد يطورون زياده بعد بيستوون مباني. كلاس روم فل. اقدر اكبر المدرسه احط كلاسات زياده. شوفوا هلا اقول لكم عنها. 10,000 حطيت كلاسات زياده. بعدنا ما وصلنا 5,000 نفر. تذكرون اقول لكم ابغى 5,000. بعدنا على موضوع الحين اقدر اشتري 350 طالب. يعني التعليم يفرق. نسوي ترى اور اندستري فبحتاج شوي. خلنا نعطي قرض ثاني يلا الخاطر مع انه ريسك الصراحه. ها دائما فيها ندم هني في البدايه. والله فيها ندم شديد. هذا مصنع رقم واحد 350. ايوه شوفوا الرقم 351 طن. ليش ابو المكان كامل حق مصنع واحد؟ لانه شوفوا يمتد 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 يمتد. حط مصنع ثاني جنبه. بس بيدور موظفين الحين. بس خلنا احط لوحه. ليش ما في مكان احط هذا؟ اوكي اقول شوفوا اللوحه اوركو مايننج كوبريشن. شيبه هذا الذكي. اسكريتر يبي يقول لي اذا امتدينا يعني زياده بونا سياره مصافي زياده. عندي 15,000 يعني اظن يكفي بالضبط استوى. اوكي بنحطي جنب هذا. بنحطي الارم على اساس يسمعون الحريقه بدري. بس هذا بكم؟ ايه لان انا حصلت 3,000 خبر خير. زين حصلوا موظفين. الحين اشوف كيف يشتغل هذا الشيء. هذا بعدين اشوفه. هذا الشيء يشتغل بانه هذا. شو في شغلات جديده صدقون نبغى نتشيك عليها. هذا يشتغل انه يطلع اور من تحت الارض اللي قاعد يسوي برودكشن. البرودكشن هذا يروح هني. هذا يبيع كل طن بكم؟ 10 طن يبيع ب 7,500 يعني اكثر من اللي انا ادخله. على الريت اللي هو قاعد يشتغل فيه يطلع
يعني كل 3 أيام جيم تايم أنا حسب 7000 زيادة فوق الإنكم مالي. يعني مش كل ناس، مش كله لازم جهود ناس تكون موجودة. شو أخبار كلاس روم؟ أخبارها طيبة تمام. هنا شو لازم آخذ الأمور راحت أكثر. زين كهرباء شو أخبارها؟ أيوه لا تخوني يا خوي. خلي تشوف الباور ستيشن، حطي اللوحة هني خيبة، يعني اللوحة هني شلت مبنى كامل. ليش الظلم هذا؟ هاي حرام عليكم صراحة. يعني هني بعد إذا استوى عندي مشكلة في الباور زيادة بتلعوز شوي، لازم ما يستوى عندي مشكلة في الباور. بس حق الحين أوكي، لأني الحين بركز على منو شاء الله يضبط المصنع يعني، وما يسبب لي إفلاس نفس آخر مرة. مصنع الروبوتات سوالي إفلاس، توهقت وتميت أجاهد، تميت جاهد والله. بعد ناقص لا بعد ما اشتغل راح اخليه يشتغل الحين 100%. حتى تطور ناس ترى يفرق على الكهرباء. لا الحين وايد زين، وايد اوكي. شوف الكهرباء كانت تعبانة كل مكان، حتى الانتاج ترى يخف على الكهرباء. الحين هذا شغلته يبيع حقي، هاي شغلتها بس يبيع. من الكهرباء في ناس شردت صح؟ واحد شرد اظن من حريقة، انا ما تأكدت لكن اتصور. اتصور الحين شو اخبار الكهرباء؟ الحين الكهرباء زينة، اهم شيء هذا يوصل للكهرباء الحين اساس ينتج يطلع لنا فلوس شوي. الحين هالعشر هاي بيجيبوا لنا كم؟ 7 وشوي. ها 7 وشوي بنمتد فيها بعد. شو اخبارك اقول؟ شوفوا وصل هني، هذا بيبيع هني. تكنيكلي لازم تعرفوا شو قاعد تسوون، وكل شيء له كوست شوي محسوب بالأربعين والخمسين، لأن الإنكم ما يكون وايد قوي. إذا الإنكم مش قوي وايد انتبهوا يعني، يعني انتبهوا. زين الحين كيف كهربتك؟ 100%. بس ممتاز، بروح أحطيها أتصور 8، لا بحطيها أكثر إذا لفيت. الحين كم يكلفني امتداد واحد؟ 16000. الإنكم 137 زائد 40، يعني تكلفة طيبة كان علي. بس شو الهدف من هذا الحين إذا تسألوني؟ كنا ننتج 2.3 بير داي، الحين ننتج 8.8، المفروض أكثر حتى. كم كان ينتج؟ بينتج أكثر من اللي كان ينتجه قبل. أخبركم حتى شو اللي تشوفون كم باقي على أمداده، كم كان بيمدكم. كل ما يوظفون الناس الحين كل ما تسأل مبيعها 3500. نبغى نزيد سيوج تريتمنت، ونبغى نزيد تانكي ماي. هني ما ظن، لا هني يمكن في تلوث. ما اذا في تلوث ومرضى ودع ودع مدينتك، اعطيك اياها من الاخر. نات انف سموليونز يا حبيبي، يا حبيبي وين صار فلوسي؟ يا حبيبي فلوسي كان عندي. سويت سيوج، الحين عندي 10 طن ترى يبيعون. اكسبورت، اكسبورت انك تبيع يعني. الحين ببيع حديد خام، من اقدر اسوي منتجات زيادة ما بقصر وياهم، بسوي منتجات زيادة على طول. شوفوا يتطورون شوي شوي، شوفوا قاموا يستوون عماير ترى. ما في حارة بحار حطينا لكم. شو اكسبا 19 بردي، يعني يوميا انا قاعد ابيع، يوميا ابيع. طبعا هذا الفرايت هذا المصانع شو ينتج عندنا. شوفوا هني التكنيك اللي شوي يبالكم قوة تكنيك اللي ترى. انا هني مفروض ازيد مزاحمته لين اوصل بوبيليشن 5000 اللي ابغاه هني، من غير ما احط بيوت زيادة. هذا شيء لازم تنتبهوا له. نت أبروفت
نوصل 5000 بحط اظني فاينانس حق سلفية. بتفرق بيه وايد. بتفرق. زين. بينما صديقنا هون خلينا نحط ستورج زيادة. احس انه ما راح يكفي الستورج. انت احساس انه ما راح يكفي. 10 طن احمر. نيد باور. حطيت وايد انا. ما حاسبت الكمية اللي حطيها، ما حاسبت عليها. زين خلينا نحط باور زيادة. طبعا مع الوقت ما راح يكفينا خير شر، بس الحين شوي نمشي حالنا فيه. انا بعدين بنحط ما اعرف فحم ولا شيء، ولازم نستورد فحم. انا بنشتري نهاية اليوم، بنشتري بعد ما كفش. يلا انت تخلصنا. انتج يا صديقي، انتج. هني الهايدرو الحين كان وايد مفيد. والويب شو كان؟ شو كنت حطيه؟ لا مش الهايدرو، كنت حطيه باركنات نيسان ناحية إيجابية. عندنا نيسان حطي باركناته. يلا دخيلك، كل واحد جاسم تدري بس كم تريم الموات. اوكي دام الانتاج يغطي. انها الحين عادي يكون هذا احمر، بس هنا المصنع هنا شغال اوكي، يغطي علينا كل التكاليف. خلاص 35 بير داي، يعني يالس ابيع 3 مرات يوميا. 3 مرات 10 طن. ما عندي خطار انا هني داخل. ايوه موجود، ما في خطار موجود. حط التريد هنا، ما ادري اختار دايركت. قامت تطلع عماير اكبر. شوفوا في احتياج، دام في احتياج جامد. بس نحن على الاصفر مشكله، كول مكلف حاليا، بس وصلنا 5000 مثلا. وصلنا 5000 ابجريد تاون هول. هني يفتح لنا الاختيارات، هني يفتح لنا الاختيارات. طبعا الحين ما عندنا فلوس نحط شيء، بس بيكون عندنا بعد شوي اختيارات شلون نحط من هالسوالف. هذا بيكون في حلقه قادمه ان شاء الله. بس الحين كان مصنع الحديد. اشكركم على متابعه الحلقه، ونشوفكم في حلقه قادمه على خير ان شاء الله. من سمسمتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.